التي فرضتها مجموعة إيكواس على النيجر نهاية يوليو الماضي إثر الانقلاب العسكري، وتشهد البلاد حالة ارتفاع في أسعار المواد الأساسية. ترى ثماره ويصعب بيعه وتجميعه. غابت الكهرباء عن مصانع التجميع، فظل الأرز المحلي حبيس الحقول وغاب عن الأسواق. ذاك من آثار العقوبات على النيجر. في أسواق نيامي يرى أثر ثان للعقوبات على البلاد. ارتفعت الأسعار هنا وتراجع التزود بالأساسي من السلع. هنا يغدو الناس ويروحون، لكن إقبالهم تراجع عما كان عليه قبل شهرين. سعر كيس الأرز صار ب 14500 فرنك عوضا عن 12500 فرنك. الزيت كذلك كان ب 1100 فرنك فصار ب 1250 فرنكا. جل السلع هنا: خضار، غلال وزيوت نباتية، وأرز ودقيق تأتي من خارج البلاد. وصول عدد منها صار صعبا أو غير ممكن أصلا بعد العقوبات وإغلاق الحدود. مع إغلاق الحدود وجدنا ندرة في بعض المواد في السوق والمحلات، وهذا تسبب بأمرين: ارتفاع الأسعار واختفاء بعض المواد. أوجد المجلس العسكري بدائل لمواجهة العقوبات، من بينها خط توريد مع غينيا كوناكري، والسماح بنشاط المهربين على الحدود مع نيجيريا وبنين، واعتقالات في صفوف مسؤولين سابقين عن المال والاقتصاد والنفط. وهي حلول يرى خصوم الانقلاب أن بعضها محدود الفاعلية، ولبعضها الآخر آثار بعيدة قد تكون مدمرة لاقتصاد البلد الفقير. قبل الانقلاب كان البلد يرزح تحت الفقر، بعده صار فقر البلد مشفوعا بالعقوبات، بل صار البلد نفسه مهددا بالغزو. وإن أمكن للحكام الجدد في النيجر الصمود في أشهر الانقلاب الأولى، فربما يكون الصمود لفترة أطول أمرا بالغ الصعوبة. خليل كلاعي، العربي، نيامي، النيجر.